أذهب لي السيد جابريال صومة. سيد جابريال، يعني المتوقع إذا 15 ولاية أمريكية إضافة طبعا إلى إقليم ساموا، تصبح المنافسات بين الحزب الجمهوري في الثلاثاء الكبير شرسة، خصوصا رغم طبعا تقدم دونالد ترامب، لكن هناك محاولات قوية من نيكي هالي في هذه الدورة، والبعض يقول إنها يعني لحظة فارقة أو يوم فارق. كيف تقيمه وتوقعاتك وفق المعطيات الحالية؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام. فيما يتعلق بالانتخابات التي ستجري نهار غد، وهو أكبر يوم في انتخابي في الانتخابات التمهيدية، الاعتقاد السائد هنا في الولايات المتحدة بأن الرئيس ترامب سوف يحرز فوزا باهرا نهار غد ضد المنافسة نيكي هيلي. إلى الآن نيكي هيلي لم تفوز في أي انتخابات تمهيدية، ولكن حظوظ ترامب تزداد يوما بعد يوم. حوالي الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أنه 97% من الذين صوتوا في لترامب في عام 2020 سوف يصوتون له. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار العدد الذين صوتوا بحدود 75 مليون ناخب أمريكي، فإذا 97% من هؤلاء هو عدد هائل قياسا لما يحدث في على صعيد الحزب الديمقراطي وترشح الرئيس بايدن. بايدن لم يوافق عليه الأكثرية في الحزب الديمقراطي الذين يريدونه أن لا يترشح لولاية ثانية، ولكن يصر على أنه سوف يكون المرشح الأساسي للحزب الديمقراطي.